يا جماعة أحيانا الغيرة يعني قد تحدث، قد يحصل بها ما هو أعظم. هذا واحد من الشباب من زملائنا تزوج واحدة من البنات من الرياض وانتقلت معه للدمام لأن وظيفته هناك، بين الرياض والدمام تقريبا 400 كيلو. فالرجال إذا بغت، إذا أرادت هي أن تذهب إلى أهلها في الرياض يصير مشكلة دائما، أنت رحتي قبل شهر، خلاص ما هو أهله عنده في الدمام. فالعادة كل شهرين ثلاثة تذهب إلى أهلها تزورهم يومين أو ثلاثة. يوم من الأيام اتصل به صهره نسيبه، قال له يا فلان، يوم اثنين كذا نص الأسبوع، قال يا فلان أحسن الله عزاك في الوالد توفي اللي هو أبو زوجتك، ودنا تحضر فلانة تحضر العزاء يومين ثلاثة. فقال طيب الله يغفر له ويرحمه وكذا. تلك الأيام ما في حتى جوالات ولا شيء، فمضى إلى المدرسة وأخذ أولاده وجاء البيت وقال لزوجته يلا جهزي شنطتك نمشي للرياض. قالت ليش؟ صاير شيء؟ أهلي صاير لهم شيء؟ صاير مشكلة؟ علم. قال لا ما في مشكلة ولا شيء، بس امشي للرياض. طيب ايش العيال عندهم مدارس؟ المهم اركبي. ركبت معه في السيارة ومضوا. أشغلته طول الطريق ايش اللي حاصل؟ أهلي فيهم شيء؟ أكيد إنه في مشكلة؟ أكيد إنه حاصل شيء؟ فهو يقول خفت أقول لها أبوك مات وتقلبها نياحة عندي وأنا مش فاضي المشاكل وباقي لي 4 ساعات حتى أوصل. فقلت لها شوفي يا فلانة. قالت نعم. قلت والله الشرع أباح الواحد يتزوج 4، وأنا رجال الحين عندي 4 عيال والواحد يعني وده يعني. فأنا بصراحة تزوجت، عقدت، تملكت، ودخلتي بكرة، فأنا بحطك عند أهلك أسبوع لحد ما أخلص من زوجتي وأنت مشى وكذا، بعدين أجي وأخذك. قالت وليش وتتزوج علي بعد هذا العمر الطويل يا خاين يلي ما عندك وفاء؟ يقول والله يا شيخ، وتبدأ المرأة تصارخ صراخ. قلت الحين إن قلت أبوكي مات بعد يمكن تطب من السيارة. يا بنت الناس اذكري الله، استغفري، هذا شرع الله. قالت وانت ما عجبك من شرع الله إلا الزواج؟ هذاك ما تصلي الفجر في المسجد، وين شرع الله؟ هذاك لاعب في لحيتك، وين شرع الله؟ ثوبك يسحب، وين شرع الله؟ ما عجبك من شرع الله إلا الزواج؟ يقول والله يا شيخ، وتبدأ تسب وتهاوش والعيال بدأوا يصيحون إنا لله. أنا أوقف في محطة وانزلها ولا وش أسوي؟ يقول فلما وصلنا للرياض والمرأة يمكن دموعها وصلت عند رجلينها، لما وقفنا عند بيتهم اللي فيه سيارات، ما هو عزاء، فهي ما سألت في السيارات، قالت خلاص لا ما أبغاك، ما هو تنزل لحظة اسمعي، قالت لا ما أبغى منك شيء، خلاص لا تجي تأخذني. قلت لحظة اسمعي بس. قالت وش تبغى بعد؟ وش تبغى؟ وش في أعظم من إنك تزوجت علي؟ قال بصراحة أنا ما تزوجت لكن أبوكي مات. قالت أبوي الله يرحمه أمشيت ما تزوجت. إي والله كذا يقول، وكأني قايل لها بشتري آيس كريم. قالت أبوي الله يرحمه أصلا هو عاش كثير، أنت ما تزوجت؟ قلت لا ما تزوجت. قالت خلاص الله يرحمه، بالله نجلس ساعتين بس نعزي العيال عندهم مدارس بكرة ونرجع للدمام.